وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، يعني تضعنا في تفاصيل المشهد وعن يعني المساعدات الإنسانية التي ما زالت تصل حتى الآن إلى مطار العريش. تحياتي لك الآن ولكل السادة المشاهدين. لازالت المساعدات مستمرة في الدخول عبر معبر رفح البري لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وأيضا استقبال المساعدات التي تأتي من مطار العريش. إذا ما تحدثنا عن معبر رفح اليوم، كان هناك حركة لدخول الشاحنات تخطت 200 شاحنة، نتحدث تحديدا عن 117 شاحنة اتجهوا إلى منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 109 شاحنة إلى منفذ العوجة. كل هذه الشاحنات محملة بعدد كبير من المواد الغذائية وأيضا المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أنه اليوم دخل عبر معبر رفح 7 شاحنات وقود، وهذا يعني تطور عن الأيام القليلة الماضية أن يتم دخول 7 شاحنات للوقود. نتحدث عن 4 شاحنات للغاز و3 شاحنات للسولار، بالإضافة إلى أن المعبر لازال أيضا يستقبل أعداد المصابين والجرحى، ولكن هناك تطور في استقبال الحالات الإنسانية. ما يقرب من أكثر من 120 حالة إنسانية سيتم توجهها إلى تركيا للعلاج هناك، لكن ما وصل منها حتى الآن نتحدث عن أكثر من 20 حالة إنسانية وصلوا منذ الأمس وحتى اليوم، توجهوا إلى الوحدات السكنية المخصصة للمصابين والمرافقين، ثم سيتوجهوا بعد ذلك إلى تركيا للعلاج هناك بناء على التنسيق الذي يتم بين البلدين. هذا بالإضافة إلى استقبال عدد من المصابين والجرحى، نتحدث عن أن المعبر اليوم استقبل 20 مصاب، بالإضافة إلى 25 مرافق لهؤلاء المصابين، بالإضافة بالطبع طبعا إلى استقبال كل مزدوجي الجنسية. أما بالحديث عن مطار العريش، ولكن أيضا قبل مطار العريش المعبر اليوم أيضا يعني استقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة عقب انتهاء زيارته داخل غزة والتي ذهب إليها أمس، وعاد مرة أخرى إلى مدينة العريش بعد هذه الزيارة الهامة لتفقد الأوضاع داخل قطاع غزة. أما بالنسبة لمطار العريش، استقبل اليوم أيضا الطائرة الإماراتية على متنها 10 أطنان من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية. لا، ونتحدث عن حركة كبيرة داخل مطار العريش، ليس فقط للطائرات التي تحمل المساعدات، ولكن أيضا التي تحمل الوفود والزيارات الهامة لتفقد كل الأوضاع هنا على مدار الساعة. محمود، تحدثت عن دخول ما يقرب من 200 شاحنة عبر معبر رفح البري، هل لديك أي معلومات أو تفاصيل عما إذا كان هناك معوقات على الجانب الآخر أو تعنت من الجانب الإسرائيلي في استكمال هذه الشاحنات المسيرة حتى تصل إلى الجهات المختصة سواء الهلال الأحمر الفلسطيني أو الأونروا؟ بالتأكيد الهام، لازالت المعوقات موجودة من قبل الجانب الإسرائيلي، خاصة أن هناك عدد من الشاحنات يعني يتم عودتها مرة أخرى بسبب أن الجانب الإسرائيلي هناك بعض الاعتراضات أو يعني عدم القبول ببعض المساعدات التي قد تدخل إلى قطاع غزة، خاصة المساعدات الخاصة بالطاقة يعني أو حتى الخاصة بالأكسجين أو حاجات الأشياء الخاصة ب المرضى. يتم أيضا عودة بعض هذه المساعدات، وبالتأكيد إجراءات التفتيش تعرقل وصول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني، وكل هذه الزيارات التي تتم يعني داخل المعبر وداخل أيضا قطاع غزة، الهدف من هذه الزيارات هي الوقوف على الوضع هناك والتعجيل بدخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بسبب أن هناك يعني احتياج كبير للمساعدات الغذائية وأيضا المستلزمات الطبية. لعل ما يساعد بشكل أكبر إلى حد ما هو المخيم الإغاثي الموجود في شمال غزة، المخيم المصري الذي تم إنشاؤه بناء على توجيهات القيادة السياسية المصرية. هذا المخيم الذي يستقبل حتى الآن أكثر من 1500 نازح من شمال غزة، يتم تقديم كل الخدمات الغذائية لهم. نعم، والمستلزمات الطبية، لكن بالتأكيد هناك عدد كبير في قطاع غزة لا يصل إليهم المساعدات الكافية. نعم، بسبب الإجراءات التي يعني تقيمها قوات الاحتلال الإسرائيلي. أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة العريش.